بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع المتتاليات. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى للمستندات الهندسية من الصفر إلى الاحتراف. ركز. ما معنى متتالية هندسية؟ إي آن متتالية هندسية معنى الحد ماذا يساوي اللي قبله الحد السابق في رقم. اللي فهم متتالي حساب يا جماعه، متتالي هندسه تجي سهله. هنا في الحساب قلنا الحد يساوي اللي قبله زائد رقم، دوكا في الهندسه نقولوا الحد يساوي اللي قبله في رقم. في رقم دوكا الكتابه هذه نرجعوها رياضيات. هاي نفهم من هذا، نبداك من الصفر نفهم من هذا الحد اي واحد ماذا يساوي اللي قبله اي صفر في كيو. في كيو هاي الهضره هذه بدناها رياضيات. اي واحد يساوي اللي قبله في كيو. اوكي زدني علاقة اي اثنين ماذا تساوي ماذا يساوي اللي قبله اي واحد في كيو اللي قبله في كيو و اي واحد او عندك ديجا ها اي واحد هاد النتيجة هتعوضها هنا. ها مش هحصل اليوم اي صفر في الكيو في الكيو نكتبوها طول اي صفر في كيو مربع. زدني علاقة وعمم لي اي ثلاثة ماذا تساوي ها اي اثنين في كيو ها اي اثنين عندك ديجا ها عندك ها تعوضها ها ماذا نجد اي صفر في كيو مربع في الكيو ها واش راح نلقى اي صفر في كيو ماذا مكعب. نقدر نعمو تعميم كون نروحو حتى الاي ان واش يساوي هذا راح يكون ناقص عليه درجة. هنا ثلاثة هنا اثنين هنا اثنين هنا واحد هنا واحد هنا صفر كتعود هنا ان تسمى هنا ان ناقص واحد هذا تخمين اي ان ناقص واحد في كيو في كيو. اوكي هاي ديرنا التخمين تاع هادي الى اخره. هنا ثاني كي كانت هنا ثلاثة جماعة ها تبعوا لي كولور كي كانت هنا ثلاثة هنا ثاني ثلاثة هنا اثنين هنا ثاني اثنين هنا واحد هنا ثاني واحد. اذا هنا كون نروح ل نروحو للرتبة ان للدليل ان ماذا نجد اي ان وش يساوي لنا اي صفر في كيو اس ان في كيو اس ان سي بون. هاي ما هي الخلاصة ما يمكن استنتاجه من هذا؟ النتائج نتيجة واحدة النتيجة الأولى ها كيقول لك الباك مثلا برهن لي أن المتتالية هندسية هذا السؤال تقريبا كل عام يطيح اي ان متتالية هندسية ها اذا كان اذا كان من اجل ان ينتمي الى ان ها الحد اي هذا اي ان يساوي اللي قبله في رقم اي ان وش يساوي اللي قبله اي ان ناقص واحد في رقم واللي نخدمو بها بزاف هي هذي كون هنا كون جات ان زائد واحد كون هذا ان زائد واحد خي هذا يكون اقل منه بدرجة او اللي نخدمو بها بكثرة هي هذه اي ان زائد واحد واش تساوي تساوي اي ان في كيو وهذه بعد جماعة واش هي هي الجملة الاولى اللي بدينا بها الحد يساوي اللي قبله في رقم الحد يساوي اللي قبله في رقم نحفظها الاول. اوكي النتيجة الثانية الحد العام نتيجة اثنين هاي النتيجة الثانية الحد العام لمتتالية هندسية متتالية هندسية اي ان ماذا تساوي ها اي صفر في كيو اس ان اي صفر في كيو اس ان في كيو اس ان بيان هذا شنو نقولوا له كما ضربنا في الحسابية هذا نقولوا له الحد العام وهذا الحد الاول الحد الأول هذا هنا الأساس وهذا الدليل الدليل بيان. هاي شوفوا هنا ثاني مخطط استرجاع القوانين في البكالوريا كما هضرنا في المتتالية الحسابية هام جدا هام جدا. ها هاي في كلام ذهب كما هضرنا في المتتالية الحسابية دوك انت كيفاش تسترجع القوانين من الجوان من الباك مخطط استرجاع القوانين مخطط استرجاع القوانين
البكالوريا لازم قوانين تحط بشكل صحيح. شوف نقطة جمع U صفر كون يتضرب في الكي تولي نتيجة U واحد، كون يتضرب في كي يصبح U اثنين، كون يتضرب في كي يصبح U ثلاثة. هادو يكفيوك هكا بزاف هكا ترجع ديجا زوج قوانين هادو زيد تعلم زوج قوانين. شوف معايا هاي نشوفو ساع العبارات الثلاث للحد العام لمتتالية هندسية. حنا شفنا عبارة واحدة اللي تخدم بي صفر، ها جماعي نقول بي ثلاثة واش علاقتها بي صفرة تساوي بي صفر. شوف معايا في الكي في الكي في الكي سما ضربت في الكي ثلاث مرات سما في كي مكعب. هاي من هنا كيف نعاود نقطة القانون في الباك كتعود هنا ثلاثة هنا ثلاثة خينا ثاني ثلاثة. ايماجيني كون جات هادي ان سما هادي ثاني حيت من راح تكون واش ان دونك او ان واش يساوي او صفر في كي اس ان. هاي قدامك هاي سي بون هذا القانون الاول صح. وكون يعود يكون يطيح لنا في الباك الحد الاول هو اي واحد دونك ما هي علاقة او ثلاثة باي واحد بلا فوضى ثاني او ثلاثة واش علاقة باي واحد اي واحد في الكي في الكي هي إذن هنا إي ثلاثة تساوي إي واحد في كي مربع كيما خدمنا في الحسابية. هايا كون نجيو نعلمو مادام هذا كون نفرض مثلا هنا ثلاثة هنا خي اثنين ناقصة بدرجة واش علاقة اثنين بثلاثة نقول واحد هي ثلاثة ناقص واحد دونك كون تعود هادي أن دونك هنا واش نكسب إي أن واش يساوي ها إي واحد في كي أس هذا ناقص هذا أن ناقص واحد بيان. زيد العلاقة الثالثة إي ثلاثة واش علاقة بإي اثنين إي اثنين في كي أس واحد هاكا تشوف إي ثلاثة هي إي اثنين في كي وخلاص. واش علاقة الواحد بثلاثة واثنين ثلاثة ناقص اثنين هي واحد هايا كون إيماجيني هادي أن وهادي بي هادي بي من العلاقة ما بين إي أن وإي بي إي أن يساوي ها إي بي في كي أس هذا ناقص هذا أن ناقص بي أن ناقص بي هاهم ثلاث قوانين يا جماعة بدون حفظ. إيوا كيفاه نعاودو نرجعو هادي في الباك كيفاه نرجعو هادي ها ها شوف معايا تشفى غير على المخطط برك يعني كل ما تضرب في كي اي صفر يتضرب في كي يصبح اي واحد تسمى تطلع بدرجة في كي يطلع اي اثنين في كي يطلع اي ثلاثة وهي هايا دونك انسى دير العلاقة هادي ها دير العلاقة هادي من العلاقة اي ثلاثة ماذا تساوي اي اثنين ها في كي في كي هايا ايماجيني كون جات هادي هادي ان زايد واحد هادي راح تكون ناقصة عليها بدرجة تسمى تكون ان معناتها او ان زايد واحد ماذا تساوي تساوي او ان في كي ها اربع قوانين يا جماعه وكم فاهمينهم مش حافظين داكور. هاي اعطينا مثال بسيط برك بين نوضفهم ها اربع قوانين ما نش حافظينهم ما نبقاوش يروحوا لك حتى الباك داكور. هاي اعطينا امثله مثال مثلا كنقول لك روح سوبر الحد U سبعة في كل حالة علما أن U N متتالية هندسية. الحالة الأولى الحالة الأولى راح ندرك U صفر U صفر هذا يساوي ثلاثة والكي وش يساوي لنا يساوي لنا مثلا خمسة. الحالة الثانية هادي بها توظف القوانين برك اي واحد يساوي ثلاثة هما مبدلكش وكي يساوي خمسة نفس النتائج ثلاثة الاي و اي مثلا خمسة يساوي ثلاثة والكي يساوي خمسة كذلك. الحل هاي دوكا في كل مرة شوفني كيفاه راح نخدم في المثال الاول القانون. شوف مادام الحد الاول هو اي صفر هذولي راح يتصل بالقانون تاعو القانون تاعو ها تاع اي صفر هاي ما معناها؟ معناتها U ان يساوي U صفر في كي أس ان
وعوض تطبيق مباشر. واش تساوي؟ تساوي 3 في ها الكوس على 5 اس اس ماذا؟ اس 7 ها اس 7 تسمى اي 7. خلي معليش نكتب لكم هكا خير بالديتاي ما معناه. معناتها اي 7 تساوي اي 0 في كي اس 7 هكا بلا صفر. يعني في بلاصة انا نعوض صاب 7 هو اللي قال يحسب لي اي 7. عوض اي 0 وكي بما يساويهم وعني وديتهم لك. تسمى الناتجة واش تساوي؟ 3 في 5 اس 7. هذه يحسبها بالحاسبة ما يهمنيش انا الحساب، انا يهمني تطبيق القانون. ثانيا هاي القانون اللي راح نوظفوه في السؤال الثاني هو اي ان واش يساوي؟ يساوي اي 1 في كي اس هذا ناقص هذا ان ناقص 1. بمعنى اي 7 تساوي ماذا؟ اي 1 في كي اس 7 ناقص 1 اس 6. واش تساوي؟ اي 1 مديتو لك كي ثاني مديتو لك. تسمى النتيجة واش تساوي؟ 3 في 5 اس 6. ودير الحساب تاعك، ودير الحساب سي بون. زيد كمل لنا هذا، زيد كمل لي السؤال الثالث. ها السؤال الثالث ركز. السؤال الثالث القانون اللي راح نوظفه هو تاع البي. عندنا اي ان يساوي اي بي في كي اس ان ناقص بي. واش طلب لنا هو؟ اي 7 ها اي 7 ان هي 7 تساوي بالبي تاعنا هنا بمثابه 5 ها ما هضروش برك. تسمى تساوي اي 5 اي 5 في كي اس 7 ناقص 5 تساوي اي 5 في كي اس 7 ناقص 5 تسمى مربع. اي 5 مديتها لك والكي ثاني مديتها لك. اي 5 كم؟ 3 في الكي ها 5 مربع في 5 مربع. ودير الحساب تاعك داكوغ. هذا ما كان، نتوقف هنا، نكمل الحصة القادمة إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع مجموع حدود المتابعة المتتالية الهندسية والعبارات الثلاث للمجاميع. ركز. المقصود هنا السؤال أو السؤال المطروح احسب كل مجموعة اس واحد وش يساوي؟ اي صفر زائد اي واحد زائد اي اثنين زائد نقاط زائد اي ان. هذا ماذا يساوي؟ المجموعة الثانية اي واحد زائد اي اثنين زائد ها اي ثلاثة زائد نقاط زائد اي ان. هذه النتيجة ماذا تساوي؟ و اس ثلاثة يساوي اي بي زائد اي بي زائد واحد الى اخره حتى نوصلوا لاي ان. اي ان وش يساوي؟ علم استفهام. دوكا شوف هنا عبارة المجموع، المجموع تاع المتتالية الهندسية، مجموع حدود المتتابعة المتتالية الهندسية واش تساوي؟ شوف معايا يساوي الحد الأول في كسر. ها بلا خطا الحد الأول في كسر. دوكا الهضرة هادي نرجعوها للرياضيات. هنا مضروب في أساس ناقص واحد، هنا ثاني أساس ناقص واحد. الأساس هذاك اللي الفوق اللي بالبسط أس عدد الحدود. الأساس هذا أس عدد الحدود، أس عدد الحدود. وعدد الحدود وش يساوي؟ قريناه في المتتالية الحسابية. عدد الحدود وش يساوي؟ يساوي آخر دليل، آخر دليل ناقص أول دليل الناتجة زد واحد. وش نفهم من الهضرة هذه؟ نفهم من هذا صافا. نروح نجاوبو على المجاميع هادو في ثلاثة. اس واحد، اس واحد ماذا يساوي؟ اي صفر زائد اي واحد زائد نقاط زائد اي ان زائد اي ان. ركز. بدا عندي نحد لهنا من صفر حتى الان هاي بالديتاي. ان ناقص صفر زائد واحد ماذا تساوي؟ تساوي ان زائد واحدة حد. القانون واش يقول لك؟
يقول لك الحد الأول في كسر، الحد الأول اللي هو اي صفر مضرب في كسر ها اكتب هنا اساس هو كيو كي ناقص واحد قسمه كي ناقص واحد. في بعض الأحيان تلقانا نكسبو واحد ناقص كي واحد ناقص كي، سما صديق على الكي، خلي هذه نخليوها لتمام ونضرب فيها. المهم باختصار كيما تكتب الفوق تكتب لتحت وخلاص. هنا الأساس الفوقاني أس عد الحدود، أس أن زايد واحد. شوف الهضرة هذه باش تكون صحيحة 100% لازم الكي هنا جماعة ما لازموش يدي واحد، كون كي يدي واحد يولي الكسر هذا ماهوش معرف، ماهوش معرف. داكوغ أوكي. المجموعة الثانية أس اثنين ماذا يساوي؟ إي واحد ها زايد إي اثنين زايد إي زايد إي أن. سما الإختلاف يا جماعة هنا اللي مركز معانا كاين في زوج حوايج، الحد الأول، الحد الأول ها وعد الحدود بيان سور. في زوج حوايج قدا عندي الحد لها من أن ها من واحد حتى الأن، عندي أن غير تفاصيل ناقص واحد زايد واحد كم يساوي أن، أن حد متتابعة المثالية الهندسية. دونك النتيجة واش تساوي لنا؟ تساوي لنا إي واحد في كسر هاك، كتب هنا كو ناقص واحد، هادي ديما هاكا كو ناقص واحد، الكو هذاك اللي في البسط أس عدد الحدود، دوكا عدد الحدود يا جماعة عندي أن فقط، تسمى هنا تقول كو أس أن، سي بون، فوالا. المجموعة الثالث، ها المجموعة الثالث، أس ثلاثة، شو يساوي؟ يساوي إي بي زايد إي بي زايد واحد زايد إي خاطا زايد إي أن. كيما قلت لك المجموعة الإختلاف وفي عد الحدود في الحد الأول وفي الرأس. هاي قدا عندي الحد لهنا من بي الآن عندي ها أن ناقص بي زايد واحد، هذا ناقص هذا زايد واحد، أن ناقص بي زايد واحد، حتى لمتتابعة المتسالية الهندسية. إذا النتيجة ها واش تساوي لي؟ تساوي لي إي بي في كسرة، في كسرة. ها عندنا هنا كي ناقص واحد، كي ناقص واحد. الكي هذه اللي في البسط أس أن ناقص بي زايد واحد، سالا. هاي نعطيك مثال باش توظف على الأقل قانون من هذا. أها مثال هاي وظف مع الماسك. هيا ركز، عندنا اس هنايا اي ان متتالية هندسية، ها حدها الأول بصفر، وأساسها أساسها كي. احسب المجموع، السؤال احسب المجموع. المجامع يا جماعة في الهندسية هم يقدروا يصعبوها، دوك نشوفوا من أبسط مثال إن شاء الله إلى أصعب مثال، أو قلنا نبداكم من الصفر. إذا اس واش يساوي؟ عندنا عندي واحد زايد ها زايد اثنين زايد اثنين مربع زايد اثنين مكعب زايد نقاط زايد اثنين أس أن، أس أن. شوف كيف فهم جيد وقت كنا نبدا من الصفر. هنا لقراءة عد الحدود قراءة صحيحة كما هضرنا في الحساب المتتالية الحسابية، ما تقدرش تقرا عد الحدود تقول لي 2 أس أن ناقص 1 زايد 1، وقلنا من قبل هذه الهضرة هي كارثة. تسمى يجب كتابة هنا أس بدلالة واش؟ بدلالة الكي للقراءة الصحيحة. شوفوا يا جماعة لا هنا هنا كون نحط هذه نسميوها هذه نسميوها أو أن بوضع أو أن واش يساوي؟ يساوي 2 أس أن هاك. دوك هادو اللي خدمتو يبدلنا أسامي الحدود وكل. ماذا نجد؟ اي صفر واش يساوي؟ 2 اس 0، 2 اس 0 كم يساوي؟ 1. تسمى الواحد اسمه اي صفر، ومش الواحد اسمه اي واحد، مش كيما يبان. هنا اي واحد يساوي 2 اس 1 يساوي 2، و اي 2 ماذا يساوي؟ 2 مربع زيد، و اي 3 ماذا يساوي؟ 2 مكعب، والى اخره الى اخره. حتى نوصل الى اي ان ماذا يساوي؟ 2 اس 1 2 اس 1 هكا ما نغلطوناش. دونك الاس هذا في الحقيقة وشو العبارة تاعو؟ اي صفر زايد اي واحد زايد اي اثنين زايد نقاط زايد اي ان. طرب بيان نبدا عندي نحدد لهنا من صفر حتى الان. ها هنا واش نقولو؟ عندي ان زايد واحد حد متتابعة لمتتالية
هندسيه، فعرفت بلي هندسيه. من هنا القسم جمعت ثابصه في المسلسلات الهندسيه، الحد يساوي اللي قبله في رقم، ولا تقول قسمه ثابصه اللي تصدقها. اي ان زائد واحد تساوي اي ان في كيو، تسمى اي ان زائد واحد تقسيم اي ان تساوي ماذا؟ تساوي كيو، تسمى قسمه ما طبيعتها ثابته. هاي شوف معايا، هادي باش كنت مزبران عليها انت. هاي كون قلت 2 تقسيم واحد كم؟ 2 2 مربع تقسيم 2 2 2 مكعب تقسيم 2 كم؟ 2 قسمة ثالثة، تسمى المسلسلية الهندسية. شوف كمل لي المعلومات، عندي نحتاج عدة الحدود، نحتاج الحد الأول، نحتاج الأساس. كمل مال هنا واش تقول لي؟ حدها الأول، حدها الأول واش هو؟ هو أي صفر ماذا يساوي؟ واحد. ها قدامك أي صفر شو يساوي؟ واحد. أساسها، أساسها النتيجة القسمة الكي واش يساوي لي؟ القسمة خي قلنا ثابتة تساوي 2، تساوي 2 سي بون. دونك سي بالك مرة بعد تراجعو، قلنا 2 تقسيم 1 أي هي بعد 2 مربع تقسيم 2، وهي بعد 2 مكعب تقسيم 2 مربع تساوي إلى آخره تساوي 2، هذاك هو الكي ساعتها. هاك فرقينا الكي صاي. نروح مرة طبق عليها القانون، عندك كل شيء واش تخرج طبق القانون. إذن اس ماذا يساوي؟ ركز، اس ها واش يساوي؟ الحد الاول في كسر. هنا واش نكتب؟ كي ناقص واحد قسمه كي ناقص واحد، الكي هذيك اللي الفوق وسعت الحدود. هنا قدام عندي الحد ان زائد واحد، ركز معايا. هاي بي صفر ساعك قداه؟ قلنا واحد. واحد فيا عندي الكي تاعنا قداه؟ 2 اس ان زائد واحد ناقص واحد تقسيم 2 ناقص واحد، 2 ناقص واحد كم؟ واحد. هادي واحد، تحب هادي نحيها؟ هادي نحيها. تسمى النتيجة اس ماذا تساوي؟ 2 اس ان زائد واحد ناقص واحد مع ان ينتمي الى ان. هاني أطرت النتيجة يا جماعة، باه تذكر كم الهضرة هاني. عطيني الدليل بليك صحيح، عطيني الدليل بلي راك صحيح. ها يا جماعة ركز تحقق. شوف هنا تبع بها ما تقلقش، في هاد الحاجة نهضرلك عليها. انت كون تجمع مثلا، كون تجمع مثلا كون نجمع ثلاث حدود، واحد اثنين ثلاثة، لاحظ واحد زائد اثنين زائد اثنين مربع كم تساوي؟ أربعة وثنين ستة زائد واحد كم تساوي؟ تساوي سبعة، تساوي سبعة. قداه جمعت نحد؟ قداه جمعت نحد؟ جمعنا ثلاث حدود، حدود. شوف معايا هنا، انت هنا عد الحدود تاعك، عاود فكرني قداه عندك نحد؟ عندك ان زائد واحد، تقول له طلع في البياج هذا، عندي ان زائد واحد حد. تسمى انت واش دير هنا للتحقق؟ عوض، عوض ان زائد واحد، ان زائد واحد تعوضها به، عوضها بثلاثة. عاود قداش جمعت نحد انت؟ واحد اثنين ثلاثة، فكرني قدا عندك عد الحدود؟ ان زائد واحد مش ان، وتعود تروح تعوض هنا ان بثلاثة، تجي غلطة كيك، تجي غلطة. او ان زائد واحد اجمعها هو عد الحدود، تسمى نحي ان زائد واحد كيما راهي، كيما راهي طلع في بلاصتها ثلاثة، كون ما تلقاش سبعة غلط، عاود الحساب. إذا هنا عوض ان زائد واحد باه بثلاثة في نتيجة اش؟ نتيجة اس لما لقيت سبعة غلط. إذا اس ماذا تساوي؟ 2 أس 3 ناقص واحد كم؟ 8 ناقص واحد كم تساوي؟ تساوي سبعة. عملك صحيح، سي بون. طبت المعلومات، نلتقي الحصة القادمة إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.